السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومرقصكم خير ان شاء الله. مرحبا بكم من جديد وفيديو جديد. وكما شفتوا في العنوان ريجيم البطاطا اللي غادي نعاودلو، غادي نقول لكم علاش. ومهم بزاف ديال الحوايج، ما تنساونيش باللايك، تعليق زوينه، بارطاجيو الفيديو باش هكا بزاف ديال الاخوات اللي محتاجين بحال هاد الفيديوهات. شكرا لكم قبل. وبالنسبه للريجيم ديال هذا النهار اللي غادي نجربو ولا نعاود نجربو المره الثانيه، راه سبق لي وجربته وعطى معايا نتيجه، وبزاف اللي جربوه عطى معاهم نتيجه. بالنسبه لي انا علاش غادي نعاود له، انا شحال هذه ما درت شي ريجيم سريع. انا كنعرف بانه كنقولها دائما، هاد الريجيمات السريعه ماشي مزيانه لصحتنا، ماشي مزيانه للناس اللي ما عندهمش الاراده قويه باش انهم من بعد يستمروا ويكملوا، يعني داك الوزن اللي طيحوه ما يعاودوش يرجعوه. قبل ما نبدا معكم الفيديو، هاد الريجيم هذا كنعرف بانه ممنوع على الناس اللي عندهم امراض مزمنه، الناس ديال المرضى السكري، الغده الدرقيه، المراه اللي حامله، المراه اللي كترضع، هادو ممنوع عليهم. الناس اللي راهم بصحه جيده وما عندهم حتى شي مشكله، لا طونسيون ولا السكر ولا القلب ولا حتى شي حاجه، يقدروا يديروه يجربوه. صراحه كيعطي نتيجه زوينه. ريجيم اللي زعما الصراحه انا مجرباه وكيعطي نتيجه معايا زوينه بزاف هو ديال البيض، ولكن بغيت نعاود هذا ديال البطاطا. ربما قلت هذه المره يجي معايا نتيجه زوينه. علاش غادي نعاودلو؟ حيت اختكم زادت شويه في الوزن. مهم هاد شهر 6 رخيت الصمته، فيه بزاف، كان فيه بزاف ديال لي فات، بزاف ديال الاحتفالات. بديناها ديجا يا لالا بالريستورون ها اللي حلو، صافي حلونا لي ريستورون مور الكونفينمون، بديناها بالريستورون. وبديتها بالحلويات، انا الحلوه هي اللي كتزيد لي في الوزن. بديتها بالحلويات داك المره باش مشينا للريستورون، يعني دومونديت واخا ماشي شي حاجه كثيره، كافي غورمون فيه دوك الحلويات الصغيورين. شنو موراها عاوتاني كان عيد ميلاد ديالي، خديت الخدمه ديالي الفطور، يعني كرواسون دوك لي فينوازغي بان شوكولا والعواصر وداكشي خديتهم، وكان ضروري ناخذ معاهم شويه. هما عاوتاك الحلوه، جابوا لي الحلوه في داري، عاوتاك احتفلت الحلوه. موراها عاوتاك شنو كانت الحفله اللي مشيت مع حنان وديك صاحبتنا. موراها عاوتاك عيد ميلاد ديال ولدي ديال ادم. المهم هاد الشهر هذا شهر 6 الحلويات بزاف. انا كناكل الحلوه ماشي ما كناكلهاش، ولكن النهار اللي كنبغي ناكل الحلوه كناكلها مره حتى زوج مرات في الشهر، ما كنكثرش، فهمتوا؟ واخا انني يعني هاد الشهر كليت اكيليبغ وكليت داكشي صحي، كنتحرك كنخدم كنطلع الدروج كننزل وهذا، ولكن انا الحلوه الا كثرت فيها راه كثرت هاد الشهر. عيقت بزاف بزاف بزاف، وعرفت راسي انني تزدت. قلت اتفزيري قبل ما يتطلق منك داكشي. كنقول لكم الاخت اللي شافت انها تزادت كيلو زوج ثلاثه اربعه، ما تزيدش تقولي وصافي طف راس دابا، لا شدي يا لالا الحزام وقولي دابا خصني نحيدهم، ما نبقاش زايده بحال هكا. داكشي انا هذا هو اللي كندير، يعني كناكل صحي، دايره الصيام متقطع، يعني ما عنديش مشكل. ولكن كما قلت لكم هذا الشهر هذا جاوا بزاف تعليفات والحلويات بزاف، هذاك الشيء علاش قلت ستوب لطيفة وقفي وديري واحد البوز. 3 ايام ما دات ما جابت، كليت وكليت وكليت، يعني هذا الشهر الحمد لله كليت هالي بيتزا، هالي دوك اللي دارتهم صاحبتنا، دوك لي بتيسالي، كلشي خديت منهم لي غاتو. المهم هاد الشهر هذا كليت يا لالا. المهم فشيت غدايدي في الماكله، ولكن قلت لا خصني ضروري نزير راسي. المهم ريجيم ديال البطاطا 3 ايام غادي نبدا معكم انايا نهار بنهار، كل نهار غادي نصور لكم. غادي نحاول ما امكن في الخدمه، ممنوع انني نصور الخدمه، ولكن غادي نصور غير الماكله، يعني الطبله وزيد عاوتاك في الخدمه. الخدمه كيعطيونا الماكله بالنسبه للناس بطبيعه الحال اللي كتبغي المهم في الاول كيقيدوا شكون اللي يبغي اننا نليفريو له الماكله. دونك ملي كيديروا ليفريزون انا قلت حتى انا باش هكا مره ما نبقاش متقله بالماكله. هذه ملي كنتشها شي حاجه من ضريره كنديرها، ولا لا سلاد، ولا ما كيعطونيش بزاف لا سلاد، كندي معايا لا سلاد. دونك في الخدمه حتى هي عاوتاك الماكله. دونك مره كيجيبوا لنا لي غاتو، مره كيجيبوا لنا دوك المهم بزاف ديال الحوايج، و كنقول ما ندوق شويه من هنا شويه من الفخوماج شويه من هنا شويه من هنا، صافي وكنخربق كلشي. المهم دابا قلت خصني نشد كما قلت لكم الفرانات. غادي نحاول نصور لكم كما قلت لكم نهار بنهار، وهذا الشيء ما كاين بالنسبه لي انايا اليوم.
غادي ناكل قبل ما نمشي للخدمه، انا نخدم نبدا مع 11، ولكن المشكله ديالي انني ما غادي نتغدى حتى الزوج، يعني لا بوز ديالي حتى الزوج. طيبت بطاطا، سلقتها كاسه ديال البطاطات، المهم ما تفوتوش نص كيلو ديال البطاطا في النهار. غادي تقولوا لي بزاف جاوني في التعليق ديال داك الفيديو ديال ريجيم بطاطا، بطاطا كتغلط الا كليتيها مع لاصوص ولا كثرتي منها. نص كيلو يعني كل 100 غرام ديال البطاطا فيها 100 سعره حراريه. الا كليتي 500 غرام ديال البطاطا في النهار غادي تكوني كليتي 500 سعره حراريه، زيدي عليها الياغورت على حسب الياغورت اللي غادي تاخديه واش فيه سعرات حراريه اكثر ولا لا. يعني ما نظنش انك غادي تفوتي 700 سعره حراريه في النهار. الا تمشيتي ودرتي الرياضه وداكشي راه النص غادي تمشي يعني تحرقيه ولا كامل. انا شي مرات ملي كنتحرك بزاف في الخدمه راه كنحرق حتى 700 سعره حراريه. غادي تقول لي ولا طفي علاش ما حرقتيش داكشي اللي كليتيه. الحلوى الحلويات انا ملي كناكلهم راه ماشي راه سم، يعني كيتخزن واخا كتحركي وهذا، خص ضروري ديري شي حاجه ديتوكس ولا باش هكا تخرجي هذيك دوك السموم اللي خديتهم. فهمتوا؟ هذا هو اللي بغيت نقول لهم، ما نطولش عليكم في البلابلا. غادي نولي لكم الوجبه ديالي الاولى والوجبه اللي غادي ناخذها معايا للخدمه ان شاء الله، ومنين نجي غادي ناخذ الوجبه الثالثه وغادي نوريها لكم. البنات قبل ما نبدا معكم الريجيم بغيت غير نقول لكم اللي مهتمه اللي تكون في اسبانيا ولا في اوروبا وباغيه الحجاب، الاكسسوارات اللي متعلقه بالحجاب، العبايات، الجلالب، القفاطن، تواصل بهذا الرقم هذا ولا تواصل معاها، تصيفط لكم الموديلات في الواتساب. بطبيعة الحال غادي تختاروا كتصيفطهم كما قلت لكم لاوروبا بصفه عامه. عندها حويجات زوينين نقيقين داكشي مودرن وغزال بزاف. والبنات اللي يبغيو هكا اللفات ديال الحجاب راه عندها تيك توك كدير بحال هكا فيديوهات راه توري لكم كيفاش ديروا لهم. ها انا درت بطاطا وحده، درت فيها هنايا غير الحار باش تدوز، لان بطاطا مسوسه هكا كرامات ما نقدرش ندوزها، ممنوع الملحه، ما ديروا لا ملحه لا زيت لا زبده لا حتى شي حاجه. هنايا غير بطاطا كما شفتوا درت عليها هذاك الحار. نفس الشيء هنا اللي غادي ندي معايا زوج ديال البطاطات اللي صايبتهم حتى هما غادرت معاهم الحار، غادي ندي معاهم ياغورت طبيعي بالنسبه لدابا. المهم دابا يعني الوجبه الاولى عندي حبه ديال البطاطا مع ياغورت طبيعي، ضروري يكون ياغورت طبيعي ما تاخذوش ياغورت من السام ولا، من الاحسن يكون ياغورت طبيعي. شنو بغيت نقول لكم اخر بالنسبه لهادشي هذا، تقدروا تاخذوا اتاي مسوس، قهوه مسوسه يعني افولونتي ولا لي تيزان افولونتي بلا سكر بلا داك السكريات. المهم نحاولوا ما امكن الملح والسكر نحيدهم هاد 3 ايام هادو. انا وجدت هنايا قرعه ديال الماء درتها كتبرد، فيها الحامض، درت شويه ديال السكينجبير ودرت وريقه ديال النعناع، هما اللي غادي ناخذ معايا باش نشرب هذا النهار ان شاء الله في الخدمه. هذه كامله خصني نكملها، كنشرب الماء ماشي ما كنشربش، ولكن هذه درت فيها سكينجبير الحامض والنعناع. بالنسبه لي انا دابا كنحس بالعيا انه مع الخدمه وداكشي، اللي متبعيني عارفيني كناخذ هذا اللي فيه كالسيوم مانيزيوم زنك ودي 3، هذا على المدى الطويل، يعني ديما واحد كناخذ واحد لا كيور ديال 3 شهور وعلى المدى الطويل اللي كدير المفعول ديالها. فهمتوا؟ يعني هذه مزيانه ما كتخطانيش، كل نهار كناخذ منها حبه. دابا حسيت بشويه ديال العيا مع الخدمه والدار، ومهم الخدمه شويه مزيره بزاف وهذا ماشي شويه ولكن مزيره بزاف. خديت هاد فيتامين سي حيت ما عنديش فيتامين سي هنايا ومازال ما وصلنيش الفيتامين سي من هاد الماركه هذه، مازال ما وصلتنيش، كنت كناخذها وتقاضات لي. خديت هاد بيروكا، هادي هي اللي هادي ماشي بحال هادي، كتعطي المفعول ديالها تمتم، يعني كتشربيها كتعطيك لينيرجي تمتم، يعني ديال الوقيته صافي وكتمشي، يعني تقريبا واحد 10 سوايع هكاك صافي وكتمشي لينيرجي ديالها. اما هذا على المدى الطويل كتعطي لك لينيرجي ديال ديما. فوالا هادشي اللي نقدر نقول لكم بالنسبه للوجبه الاولى ديال النهار الاول. نصوركم اكثر القرعه ديالي ديال الماء، هو الكتاب ديالي، الماسك اللي غادي نبدلو بلاتي، جبت معايا واحد جديد، المهم السؤال ديال البلاكار.
هلا غادي ناكل. انا جبت من هذا النهايه هذا الياغورت، ولكن هما عطاو لنا هذا، دونك غادي نشوف واش ناكل هذا ولا ناكل هذا، ولكن غادي ناكل غير واحد منهم، جوج بطاطات مع الياغورت باش ما نكلفكمش. فوالا، وهذه الوجبه ديال الغداء. شربت الماء ولكن ماشي بزاف، شربت قهوه. المهم درت قهوه هنا عندك واحد اخرى مسوسه. فوالا، اليوم الثاني غادي ناخذ فيه ياغورت طبيعي وغادي ناخذ قهوه. انا خديت قهوه مازال هذه الثانيه، كما قلت لكم قهوه اتاي تيزان، تقدروا تاخذوا شحال ما بغيتوا. البارح انا الحمد لله داز زوين، ما جعدتش فيه. كان عندي الماء، شربت هذاك ليتر ونص ديال الماء، شربت جوج ترموسات ديال القهوه هذوك اللي شفتهم عندي، واحد شربته في الصباح وواحد في العشيه. ومنين دخلت للدار كما شفتوا، يعني صراحه خديت غير دوك ياغورت، ما جعدتش لانني نعست بكري. داكشي علاش، يعني شحال ما نعستو بكري شحال ما مزيان. البنات اللي تجيهم الدوخه ولا السخفه ياخذوا تمره في النهار، تمره وحده في النهار ياخذوها، يحاولوا ياخذوها. سينو اللي تكون خدامه وتكون تلف الوقت وداكشي غادي يدوز النهار زوين بزاف. المهم انا غادي ناخذ هادو نفس النهار الثاني نفس النهار الاول، ثلاثه ديال البطاطات، يعني كل غراماج ديالهم قل من نص كيلو، يعني نص كيلو 500 غرام النهار كامل. ثلاثه البطاطات يكونوا مويان اللي ما عندهاش الميزان، ومع ثلاثه الياغورت. يعني انا غادي ناخذ واحد دابا، واحد في الغداء وواحد في العشاء. جوج بطاطس انا غادي ناخذهم في الغداء ووحده في العشاء باش هكا نبدل شويه. صافي، هذا الشيء ما كاين. المهم غادي نصور لكم بسرعه الوجبات اللي غادي ناخذهم لهذا النهار، ونتلاقاو في الوجبات ديال النهار الثالث ان شاء الله. النهار الثاني نفس الشيء، ثلاثه ديال البطاطات، المهم ما تدوزوش 500 غرام في النهار. هذا النهار الثاني غادي ندير فيه ثلاثه ديال البطاطات. انا درت هنايا جوج كبارين وحده صغيره. غادي نخلي الكبيره للعشاء، وغادي ناخذ معايا عاوتاك زوج للغدا، لانه كما قلت لكم انا غادي ناكل في الخدمه. ديكو هذيك اللي غادي نخليها غادي تكون 7 ديال العشيه، يعني ما غاديش يصلح لي انني ناكل بزاف وغادي نكون عيانه وداكشي، غادي ناكل وحده مع ياغورت بركات. المهم غادي ندي معايا زوج للغدا وحده للعشاء، عوض النهار الاول كليت وحده في الفطور وزوج في الغدا. النهار الثاني انا غادي ناكل زوج في الغداء وحده في العشاء. نتوما المهم ديروا كيف ما بغيتوا، كتجوعوا في الغداء خذوهم كاملين في الغداء، كتجوعوا في العشاء خذوهم كاملين في العشاء. المهم نتوما غادي تشوفوا على حسب الحاله ديالكم، كل وحده والحاله ديالها. المهم هو انه ثلاثه بطاطس متوسطين ما يفوتوش 500 غرام ثلاثه بهم في النهار، ماشي لكل وجبه، 500 غرام في النهار البنات، باش هكا ما يجينيش سؤال واش 500 غرام في الفطور 500 غرام في الغداء 500 غرام في العشاء. لا، 500 غرام في النهار كامل، فرقوها كيف ما بغيتوا. بالنسبه لهذا النهار الثاني انا بطاطا عندي زوج بطاطات، غادي نرفسهم ولا غادي نعفسهم بلا زيت بلا ملحه بلا حتى شي حاجه. ناخذ لي فورشيت وغادي نعفسهم، غندير معاهم غير هذاك الحار باش هكا يعطيوني مذاق زوين. وهذه اللي غادي نخليها للعشاء، وحده غادي نخليها للعشاء، هذه غادي نغطيها ونخليها هكا باش تكون موجوده. النهار الثاني الغداء غادي نوري لكم شنو جبت معايا، المهم اللي وريت لكم في الدار صافي غادي نوري لكم. خاصني واحد شويه ديال السخفه مع الخدمه. غادي ندير، غادي ناخذ واحد الكاطويا معاه. المهم نتوما ناقصكم سخفه خذوا تمره. انا ما جبتش معايا التمر. بطاطا المرفوسه درتها في الثلاجه، غادي نسخنها واحد شويش الياغورت. وكما قلت لكم قصني واحد السخفه. غادي ناخذ هاد القطوي مع كاس ديال القهوه. القرعه ديال الماء هاد النهار درت فيها القرفه سكنجبير والحامض. المهم راني شربتها راني هوات عليها، شفتو بقالي غير هاد شويش هذا غادي نكملو. صافي هادشي اللي كاين. المهم غير هذا اللي شفتو، حيت قصني الدوخه مع الخدمه وداكشي ناقصني الحلاوه. بالنسبه للبطاطا الكميه ديال النهار الثالث غادي تنقصوا وحده، يعني غادي ديروا زوج. انايا حيت البطاطا هذه بيو ما كتكونش تخيتي، ما كيكونش دايرين لها الدواء وداكشي،
خرجت لي وحده فيهم شويه يعني ضايعه، تقريبا النص ديالها رميتو. المهم زوج ديال البطاطات مع ثلاثه ديال الياغورت، يعني نكارديو دوك الياغورت ثلاثه طبيعي، ولكن زوج ديال البطاطات. انا بغيت ندي معايا زوج بطاطات للخدمه، نتوما كلوهم في الصباح، كلوهم في الغداء، كلوهم في العشيه كما قلت لكم نتوما فوقاش كتجوعوا. انا في الفطور كما شفتوا غير قهوه، ولكن البطاطا غادي ناخذ حيت نبدا الخدمه، راني مشغوله دابا في الدار ونمشي، يعني ما غاديش نقلب في الماكله حتى الغداء. ناخذ هاد ماشي بطاطا وربع، كملت بطاطا وربع مي ساتون بيان، حيت البارح خديت هذيك الحلوه، هذيك الكاطويه خديتها، دونك ماشي مشكل على حسب نسبه الكالوري. هنا انا خديت، تاخذوا نتوما زوج بطاطات في النهار، نهار الثالث، مع ثلاثه ديال الياغورت، ثلاثه ديال الياغورت. انا الياغورت غادي ناخذهم بثلاثه بلاتي في الليل، الا جاني الجوع نقدر ناخذ ياغورت هنا في يعني مع هذا، الا ما جانيش الجوع ناخذهم بثلاثه هكا باش يعني يكون هذاك هو العشاء ديالي. فوالا نتلاقاو غدا ان شاء الله يوم الميزان، اليوم الموعود. يلا خليكم. اهلا وسهلا، اليوم الاخير، اليوم الموعود. غادي نخليكم الميزان هنايا وغادي تشوفوا الفرق. قريب 3 كيلو و500 غرام في 3 ايام، يعني من 3 كيلو و400 غرام، شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي واو. باقي لي كيلو، هذا الكيلو غادي ندير نهار ديال يوم ديال التنظيف، راه عندي الفيديو كاين في القناه اللي بغات تعرف شنو هو. غادي نديرو ان شاء الله ماشي دابا، يا اما مهم دابا واحد اليومين ولا 3 ايام غادي نديرو باش هكا داك الكيلو اللي باقي لي ننزلو. ما بغيتش نديرو دابا، علاش؟ حيت الجسم ديالي دابا تولف على انه ما ياخدش بزاف ديال الماكله، الا زدت له عاد نهار اخر ما نعطيلوش الماكله ولا ندير له يوم ديال التنظيف، نقدر ما ننزلش هذاك الكيلو. انا بغيت هذاك الكيلو ننزلو، دونك هذا النهار غادي ندير الصيام المتقطع ديال 18 ساعة، ومن بعد النهار الاخر عاوتاك هكاك حتى النهار الثالث عاد ندير يوم ديال التنظيف، وهكا نكون وصلت للميزان ديالي اللي كنت عليه من قبل صافي. وموراه غادي لا تسولوني شنو غادي ندير موراه، موراه غادي يكون عاوتاك نفس الشيء، يعني الصيام متقطع اما 16 ساعة ولا 18 ساعة على حسب شنو غادي ناكل وعلى حسب الحركة. كنتحرك انا بزاف دابا، تقريبا كنحرق بين 500 حتى 800 سعره حراريه مع الخدمه، مع المشيه، مع الطلوع، وهذا دونك هادشي اللي كنحرق يعني يوميا تقريبا. دونك غادي نشوف على حسب واش غادي نتحرك في هذاك النهار، واش ما غاديش نتحرك، واش فهمتوا. المهم النتيجه زوينه، واللي باقي ما جربتش هذا الريجيم ولا باغيه اي نوع ريجيم راه كاين في القناه، البلاي ليست غادي نخليها لكم، غادي نشوف فين غادي نخليها لكم في الفيديو. المهم غادي تلقاو واحد الاي، غادي تكون يعني مكتوبه على الفوق اي، وغادي يكون فيها الفيديوهات كاملين ديال الصيام المتقطع. المهم النتيجه زوينه بزاف، فرحانه، تصوروش الفرحه ديالي. نتمنى كل وحده فيكم توصل الهدف ديالها، خصكم غير شويه ديال العزيمه، شويه ديال الاراده، وهكا ان شاء الله غادي كلكم توصلوا للميزان ديالكم. اي سؤال خليو لي في التعليق، واخا كنتعطل ما كنجاوبش، ولكن راه كنجاوبكم ما عدا الا شي سؤال معاود هذاك الشيء علاش اللي ما كنجاوبش. فوالا هادشي اللي كاين. المهم نتيجه زوينه، فرحانه بها بزاف بزاف بزاف، وما بقى لي دابا الغزالات غير نقول لكم التجربه كانت رائعه واكثر من رائعه، وعطات يعني نتيجه زوينه. ما نطولش عليكم، نقول لكم تهلاو في رياضكم، تهلاو صحتكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.